بعد مفاوضات مكبوكية وبعد تعهد بتعويض أسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، اعتقد صناع القرار في الخرطوم أنهم استوفوا شروط شطب اسم بلادهم من قوائم الإرهاب الأمريكية. هدفهم كان كسر عزلة دولية يعيشون أيام الثقيلة منذ عام 93، ومن وراء هذا الهدف تمني الحكومة النفس في الحصول على قروض تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة. لكن لشطب اسم السودان من القوائم الأمريكية السوداء ثمن، والثمن الذي تطلبه واشنطن كما يتردد في هذه الأيام ليس مالا وحسب كما عودنا الرئيس ترامب. الثمن الذي يطلبه سيد البيت الأبيض هذه المرة هو تطبيع السودان علاقاتها مع إسرائيل. يتحول الرئيس الأمريكي فجأة من صانع صفقات إلى صانع سلام، يفتخر بقيادة قطار التطبيع من عاصمة عربية إلى أخرى، لكن الخرطوم صاحبة قمة اللاءات الثلاث ليست بأبو ظبي ولا المنامة. حتى وإن أمضى عبد الفتاح البرهان ليال ثلاث في الإمارات، وحتى وإن ناقش رجل السودان القوي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي مع مسؤولين أمريكيين، فصلاحيات مجلس السيادة الذي يترأسه مقيدة، وعمره الافتراضي لن يتجاوز 39 شهرا، كما أن شريك الحكم المدني ينأى بنفسه عن مسألة التطبيع، ويؤكد أنه يعمل بأجندة محددة ولا يمتلك تفويضا مطلقا، ما يعني أن السلطة القائمة في الخرطوم هي سلطة من لا يملك، ولا يمكنها مد جسور البد مع من لا يستحق.